محمودة، أنا وبابا عنا مشوار كتير 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 ضروري، فبدي أترك ماريا عندك. ومو بس هيك، بدي إياك اليوم تعمل لنا أنت طبخة. عنجد يا ماما؟ لك إيه بس يا ماما أنا ما بعرف أطبخ. لك إيه بعرف أنت ما بتعرف تطبخ، من شان هيك أنا حطيت لك كل خطوات الطبخة على هالورقة، كتبت لك كل شي بالتفصيل. أنت ما عليك يا عبودة غير إنك تقرأ وتطبق، بتطبق كل شي مكتوب بحذافيره مثل ما أنا كتبت لك، بتطبق بالحرف الواحد. تمام؟ تمام. يلا وأنا بابا ما رح نطول، يلا باي. يلا يا ماريا أنا وإنتي رح نطبخ طبختنا اليوم. هلا يا ماريا إيش بدي أعمل؟ إيش كتبت لي ماما؟ ضع معلقة زيتون في الطنجرة. أنا رح أجيب معلقة وأكل يا ماريا، خليكي هون. لك يا ماريا أنا 3 أحجام المعالق وماما ما حددت لي واحد أختار. يا ترى إيش أصغر، الكبيرة ولا الصغيرة ولا الوسط؟ لك يا عبودة خير الأمور أوسطها. إيه ماما جبتيها يا ماريا، رح أخذ المعلقة الوسط. هاي طنجرة يا ماريا وعيب زيت. خلاص يا ماريا انت مسكي الدفتر وقيلي ليش اقعد خطوة بخطوة. هلا يا عبودة اضف حبة بصل مقطعة الى شرائح. لك يا ماريا ما عنا غير حبة البصل، ما عنا بصلة مقطعة الى شرائح، ايش بدي اعمل يا ماريا؟ خلص سمي بالله وحطها، هي ماما قالت حبة بصل ونحن ما لقينا مقطعة الى شرائح، يلا حتى توكل على الله. قلتك يا ماريا. والله يا ماريا اشتري شي نهض. والله يا عبودة اضف حبة جزر بعد تحمير البصلة. ياي بشلون بدها تكون حمرا البصلة؟ لك والله يا البصلة بيضة شلون بدها اعملها حمرا؟ لك عبودة شغلي شوي عقلك، والله كتير سهلة. ياي خسرتني مكان بدي يمكن شبها حمرا. لك ايها هيك بدي اياك يا عبودة، ابو الافكار انت. وهي كتب يا ماريا. ¡Vamos!
كثير ماما وبابا رح يركضوا أصابعهم بعد الطبخة اللذيذة. هلا يا ماريا ايش عمل؟ هلا يا عبودة لازم تضيف السمنة. يلا رح اجيب علبة سمنة من الصينة. يا ماريا طلعت علبة السمنة فاضية. يلا يلا عبودة معلش مو مشكلة بلاها السمنة. لك لا يا ماريا رح تتبلع الطبخة إذا ما حطينا سمنة. طيب أسر الحل عبودة أفندي، أنا كل مرة عم أعطيك حل، هلأ دورك أنت تلاقي حل. أنا عندي حل، هذه الدفتر يا ماريا اللي أخذ منها ورقة. ليك يا عبودة، إيش بدك تعمل بالورقة؟ قلنا لك سمنة مو ورقة. ليش طولي بالك يا ماريا، هلأ بنشوف مين بعمل. رح أكتب سمنة على الورقة. بس يا ماريا، بتحبي سمنة بلدي ولا سمنة نباتي؟ لا لا عبودة، السمنة البلدي أطيب وأزكى بتطلع الطبخة، هيك بسمع ماما بتقول. غلط معك رح أكتب سمنة بلدي. وهي أحلى سمنة بلدي. وهي أطيب سمنة بلدي. وهلا يا ماريا، وين وصلنا بطبختنا؟ هلا يا عبودة ماما عم بتقول ضع الخضار على النار لمدة 10 دقائق. يلا يا ماريا أنا أعطي الطبخة على النار. لك عبودة عبودة لك تعطى في ملاحظة هامة كاتبتها ماما. يا ماريا ايش فيه؟ ماما كاتبة لا تنسى غسل الخضار بالماء والصابون قبل طبخها. يا ماريا أضعتني؟ لك يا عبودة مو أنا يلي حكيت، هيك ماما كاتبة. طب هلا يا ماريا ايش بدنا نعمل؟ الطبخة فاين على النار. خلص يا عبودة بسيطة كتير، جيب شوية سائل جلي ومي. لا قال لك ايش تعمل؟ ايه يا عبودة، هلا ضيف الصابون على المي. وهلا عبودة اخلطن اخلطن كتير كتير منيح. وهلا يا عبودة ضيف هالسائل الصابون فوق الخضار. ايه عن جد يا ماريا عم تحكي؟ لك ايه ايه، هلا ايش عرف المعدة؟ إذا غسلنا الخضار قبل الطبخ ولا بعد الطبخ ما في فرق يا عبودة. ايه والله يا ماريا، المهم اني موت الجراثيم. يلا تعال عبودة وماريا. يلا 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 تعال نشوفهم. يا عيني عليكم، ياي كأني خلصتوا الطبخة وعم تلعبوا. ايه اكلتوا؟ طبختوا لنا عبودة افندي. الطبخة كتير 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 طيبة. ياي كتير جوعانين انا وبابا. تاكي اصابعك وراها. يلا 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 امشي امشي رزقكم. يلا يلا امشي امشي امشي. لك ايش هذا عبودة افندي؟ طبخة. يولي يا بابا ايش هذا؟ يا حيطة البصلة على حالة عبودة. لك ايش هذا طيب اخذنا ورق انت؟ يا عبودة لك عبودة ليش كثير قهوة على الطبخة؟ انت قلتي لي اخر شيء اغسل الخضرة واغسل الخضرة. يولي 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 شايف يا بابا احمد؟ لك وكمان ما في سمنة، عم كل المقلوعة سمنة حطيناها بالطنجرة كمان. يا حبيبي على هالطبخة اكثر شغلة دوختني كتبتي لي بندورة ما بندورة معصورة. بندورة معصورة. الله عم بقول لحالي ايش عم يعمل الورق؟ حطيت الصورة مع البندورة؟ يا عيني يا عيني هلا فهمت البندورة المعصورة يعني بندورة وصورة. يا يا بابا لا هيئتنا اليوم رح يا جوع. ليش هاي حمراء هون البصلة؟ لك يا مريم في حدا بيطبخ هيك طبخة؟ هي وين البصلة كمان؟ قلتوا لي احمرها فحمرتها بالكاتشب. الله انا حيطلت له يحمر البصل قام بيروح حضرته بيحط كاتشب للبصله. شو البصله حتصير حمراء؟ بتقوم بتحط لها كاتشب لحتى تحمرها. لك يا ابني يا اهبل، البصل المحمره يعني انك تقليها بالزيت لحتى يصير شوي لونه عيطي على حمار. كمان قلت لي بصل مقطع وما لقيت بصل مقطع. هلا يا بابا احمد انا وانت والولاد جوعانين كثير، ايش بدنا ناكل؟ بابا هدول خلصوا الدنيا بهالطبخه. بابا والله انا شايفه مالنا غير الزيتون والجبنه. اي والله هي
اخ يا عبودة مو الحق عليك، الحق علي انا. رفعت راسي فيك وقلت له لابوك رح تعمل لنا اليوم طبخة. يلا يلا روحوا لجوا لأحط لكم صحن زيتون وجبنة، سبوني. يلا وهي احلى صحن زيتون وجبنة، تفضل يا بابا. يلا بسم الله، مبسوط اليوم يا ابني؟ لكين وين الشاي؟ زيتون وجبنة بدون شاي؟ لكين والله معك حق نسيت الشاي. يلا عبودة حبيبي قوم على السريع، الله يرضى عليك، حط البراد على الغاز، اوكي؟ يلا 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 حبيبي حط البراد على الغاز وانا بكمل، يلا روحي بسرعة، ما تأخر ها جوعانين. يا الله ماما من كده على بدي احط كل هالبراد على الغاز، والله امره مريض ماما، من وين بتجيب الافكار؟ يلا ماما اجي احط البراد على الغاز، احاول اشيله. خيرك عبودة أفندي؟ روح شوفي. اي والله ما بعرف، يعني كمان كاسة شاي بده يعمل منا قصة وحكي. والله يجعلنا ناكل، روح شوفي. يلا ونعمل وكيل بس على هالولد، معقول أنا وأنت مخلفين ولد بهالغباء؟ ما بعرف أعوذ بالله. لك خير عبودة أفندي، ليش عم بتصيح؟ ما بنجان معي البراد على الغاز، كتير تقيل. يي لك أنت إيش بدك بهالبراد؟ أنت أدي لي أحط البراد على الغاز. يا إلهي مين قال لك هذا هو البراد؟ لك يا ابني يا ابني مو هذا هو البراد، لك يا بابا أحمد تعال حالي قبل ما أنجلس ويغمى علي، لك تعال اسمع ابنك إيش عم يحكي، تعال اسمع على هالسمع. لك يا بابا أحمد الأفندي بده يحط البراد هذا بحاله على الغاز. يولي 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 هيك فهم حضرته؟ يولي هذا كله بحطه على الغاز؟ ما بنجل معي دخيل الله يا بابا أحمد فهمه، روح جيب له البراد من المطبخ. امشي امشي معنا على المطبخ. تع تع يا عبودي أفندي هذا هو براد الشاي، هذا هو فهمت؟ بتحط لنا إياه على الغاز، نحن رايحين ناكل تعبنا، أوكي؟ فهمت يا عبودي أفندي؟ فهمت إيش قصدنا ببراد الشاي؟ يلا يلا عطيها البراد وخلي يعمل لنا كاسة شاي. عملنا كاسة شاي، خلي شوي على الماضي لناكل تعبنا. يلا بدنا كاسة شاي إفلك عجم ها. يلا حط البراد على الغاز، أوكي؟ يلا حط على الغاز. بس مو هداك البراد. أول شيء بس على الغاز، ثاني شيء بحطه وبستنى. لك أخ يا بابا أحمد عن جد هالولد رح يجلطني، رح يجلطني بغباءه. وجعني راسي شو الغباء هاد؟ ايه عبودي حطيت البراد مثل ما فهمناك؟ ايه. تعلمت تحط براد الشاي على الغاز؟ ايه الحمد لله. برافو الحمد لله رب العالمين. بلك شي مشيحة عم يحترق؟ لك ايه والله شم في شي عم يحترق؟ لك روح شوفي شي على الصيد بالمطبخ بالمطبخ. يو لك يا بابا أحمد هذا براد الشاي أكيد؟ يا براد وي وي يلا 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 تعال شوف ايش عم يصير. يو يا عبودي بس ما تكون حرقت الدنيا. لك ايش هاد؟ يو لك حيط براد الشاي؟ لك فاضي فاضي؟ لك هذا حط براد الشاي فاضي؟ حيط براد الشاي على الغاز فاضي؟ لك بابا لك وين الماي؟ ياي كنت حرقت لنا الدنيا يا عبودي. لك يا ماما يا روحي براد الشاي منصب فيه مي وبعدين منحطه هو والمي على الغاز، بدك تجلطني؟ والله يا ماما ما قلتولي احط مي، قلتولي حط البراد على الغاز. لك آه يا بابا أحمد يا بابا يا عيني حط البراد الشاي والمي على الغاز، مو براد لحاله هو والمي. لا بقى بدنا نشرب شاي ولا بقى بدنا ناكل؟ ما في لازم نعلمه. طيب علمه والله انا يئست من تعليمه. لا شوف يا بابا نجيب الفتحه شعلت الغاز انت اول مره مش على الغاز اوكي وما تغطيه هيك حطيته تفتحه هيك اوكي بتحطه على الغاز وبتجيب المي وبتحطه هي يا بابا هي عم بقول لحالي هالولد لمين طالع غبي هلا لحتى عرفت هالولد لمين طالع غبي ايش قصدك تاج راسي انا الغبي لك ان مين طالع هالولد غبي لك ان وين غبي هاي مريض برا الجاي طفي 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 يعني عبودة افندي ما حرق الدنيا انت رح تحرق هاي
تعلمت بابا؟ يلا سرينا الشاي وجيبها الفرن ناكل. ما عجبك تعنتي ساري بتاعت راسي؟ اترك من ايدك انت وابنك واثنيناتكم روحوا لجوا، انا اللي بعمل الشاي. امشي ابني امشي امشي. ماما ماما جوعان كثير. يي عبودي افندي هلا لسا اكلنا، فورا صرت جوعان؟ كل يا مامي جوعان. حسبي الله ونعم الوكيل، روح قلت لك موزه من البراد وكلها. ماما ماما هاي موزه؟ يولي لك يا عبودي هاي موزه هاي، بابا احمد شوف ابنك. يعني ايش فرقه بينها وبين الموزه؟ هي مقوصه والموزه مقوصه. يا ربي دخيلك من وين بدي الاقيها؟ لك ايش صار لك على فجأه؟ ايه؟ متوني كنت ما في مثلك. ايه؟ من وين طلع هالغباء كله؟ الله يسامحك، يعني الله انا غبي؟ لك قلت له يروح يجيب موزه من البراد. راح جاب خياره. ما في فاروق. طيب الخياره لونها اخضر والموزه لونها اصفر. ايه مظبوط، الموزه صفرا. روح جيب موزه، الموزه لونها اصفر. ايوه يلا روح. حسبي الله ونعم الوكيل، من وين بدي الاقيها؟ منك ولا من عبودي افندي ولا من ماريا خانم يلي طبخت مع اخوها؟ الله يجيبك يا طولة البال. ماما ماما هاي موزه. يا ولي لك هلا هي موزه. لك ايش جاب بين الليمونه والموزه؟ الليمونه حامضه. لك يا ربي لك عبوده حبيبي موزه موزه، هلا ما بقى تعرف الموز. لك والله اللي بيسمعك بيقول بحياتنا ما طعميناك موز. بابا حلا الله يوفقك حلا. روح على البراد ايش في شي لونه اصفر جيبه. روح على البراد ايش في شغله لونه اصفر جيبه، اكيد رح تلاقي الموز. حسبي الله ونعم الوكيل. بس الولد ما بعرف، قول لحالك لمين طالع هالولد. قصدك تاجراسي؟ اليوم لحتى اكتشفت لمين طالع هالولد. لمين طالع يا تاجراسي؟ يعني لمين طالع؟ ما بدها اثنين يحكوا فيها، مبينه مبينه يعني الك. شوف شوف ايش جاب. لك شوف يا بابا احمد ايش جاب ابنك، كل شيء اصفر بالبراد. بابا هاي اسمها تفاحه. شو هاي؟ تفاحه. ايوه هدول تفاحات، وهي كمان تفاحه بس قصيره يعني صغيره. هاي أجاصة؟ لا بابا هاي تفاحة صغيرة. لك يا حبيبي هاي تفاحة تفاحة، من وين صارت أجاصة؟ هذا هو بسموه الموز. أنت جوعان؟ عرفت إيش هو الموز يا حبيبي؟ طيب طعميها لأنه ما بيعرف ياكل الموز، عارف شلون بتاكل الموز. يلا أكل الموز بابا هيك. طعميه طعميه مسكين جوعان. بابا هيك شلون تعلمت؟ أشرى هيك وتكب هذا. يا ولي تفضل كون روحي. يا ولي يا إلهي بس لك عم تاكل. لك لا يا عبودي والله ما مزبوط هيك، غلط. ليش غلط؟ لك ماريا ماريا انت احكي لك كلمة، ابوك واخوك جننوني. لك يا عبودي يا اهبل، مو هيك الناس بتاكل الموزة. تعلم تعلم. شفت شلون تاكل الموزة؟ الحمد لله طلع شوي في فهم. الله هاي طالعت هاي بنت طالعتلي هاي. أيوة. لا مو طالعة لك، طالعة لأمها. طب بتجر على تمها بتطلع البنت لأمها. ايش قصدي انا؟ يلا لا كنس هالبيت. لك ايش جاب هالمفاتيح لهون؟ لك يا عبودي؟ نعم. تعا ماما حط هالمفاتيح على الباب مشان ما يضيعوا، يلا روح حطهم على الباب. ايه والله ماما شغلتها غريبة، شلون بدي احط المفاتيح على الباب؟ فكر فكر يا عبودي، شلون بدك تحط الفيديو على الباب؟ خطرت لي فكرة. ما عرف اصلا لازم اجيب كرسي. ها وين حطيت المفاتيح على الباب؟ لك وين المفاتيح؟ انا مو قلت له لعبودي افندي يحط المفاتيح على الباب؟ لك يا عبودي. نعم ماما. لك عبودي وين المفاتيح؟ انا مو قلت لك حط المفاتيح على الباب حتى ما يضيعوا. حطيتهم. وين يعني حطيتهم على الباب؟ ما شفت شيء. هونين. لك وين؟ ورجيني ما شفت شيء. هونين. لك هون حطيت المفاتيح. لك اخ يا ربي دخيلك. لك عبودي روحي والله مو هيك قصدي، المفاتيح تحطهم على الباب هات يعني شوف هيك قصدي يا عبودي. يعني تعلقهم هون بالقفل هون هيك. عن جد مامي؟ هيك قصدي، مو يعني تحطهم على الباب من فوق. عن جد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك يا بابا أحمد، لك شوف على هالشوفة. لك شوف شاحن موبايلي انقطع وصار نصين، شلون بدي هلا أشحن موبايلي أنا؟ شلونك قطع؟ إيه والله يا بابا أحمد، إيش بدي أعمل؟ شلون بدي هلا أشحن الموبايل؟ بلا غير عبودي أفندي، عبقري. بابا عبودي!
يا بابا عبودة. هلا عبودة بده يعرف يصلح لي اياه. انا جاي لعندك قلت انت تصلح لي اياه. الله الله بابا. بابا هذا شريط القطع شاحن ماما. انا عندي حل. شلون؟ معقول معقول هلا عبودة يعرف يصلح لي هالشريط؟ هلا عندك ايه طبعا. ايه ان شاء الله يزبط معه. لانه ما عندي غير هالشاحن، شلون بدي اشحن موبايلي؟ عبودة عبودة. ايه وبعدين عبودة افندي. شو بابا؟ هات الشريط من هذا الطرف. ايه ايوه مو؟ طيب وما حط الشريط الثاني من هذا الطرف. ايه لك شو بالذكاء؟ شو بي؟ شو بالذكاء طالع لابو ذكي؟ ايه ذكاء حارق خارق متفجر. احسنتي يلا. وبعدين؟ شوفي ببساطة. ايش صار يعني؟ ما فهمت. خلص وصل. الله هيك وصلتوا لي الشاحن؟ ايه هيك وصلتوا لي الشاحن انت وابنك؟ ايه يا ولي لا انا هيك رح يغمى علي. يا ايش ده امك ايش اغمي عليها؟ يمكن من ذكائي خارق. لا تاكلي هم مباشرة هلا كاسة شاي سخنة بتخليك تنطي نط نط نط. لا 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 ما بدي ما بدي كاسة شاي. ما بدي خلص صحيت صحيت. بدكم تصبوا فوقي كاسة شاي سخنة؟ لك شلون بصحوا إذا واحد أغمي عليه؟ ولهون إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم، لا تنسوا تحطوا لايك تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتنشرونا الفيديو في كل مكان حتى على المريض نشوفنا مع السلامة.